السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكويت. ديجا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطرطة بالتفاح والزبيب والقرقاع، كتجي هشة وكتجي غزالة بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ونخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونخليكم مع المقادير. بسم الله، نبداو على بركة الله. المقادير عندي هنا 3 ديال البيضات، 280 غرام ديال الدقيق، غادي ان شاء الله نعبرهم بالكاس ديال العنبة، وكذلك نعبرهم حتى بالمعلقة بالنسبة اللي ما عندوش الميزان. هنا عندنا 130 غرام ديال السكر سنيدة، هانتوما كما كتشوفوا تقريبا واحد كاس لاروب ديال كاس العنبة. عندي هنايا واحد 80 ملي ديال الحليب، تقريبا نص كاس ديال العنبة، وعاود ثاني هنا 80 ملي ديال الزيت، هكذا واحد نص كاس وواحد الصبيع. عندي 3 ديال التفاحات تقريبا في الوزن ديالهم نصف كيلو، من الاحسن انا ما توفرتش على هذا الجولدن هكذا هذا الصفر، المهم استعملوا اي تفاح، ولكن الا كان هذا الصفر من الاحسن. عندي هنا 50 غرام ديال الزبيب الكحل اللي رقدته في الماء مزيان وصفيته. عندي 50 غرام ديال القرقاع. عندي هنايا واحد جوج معالق ديال الكونفيتور ديال المشماش، لو زيست ديال الحامضه والعصير ديالها باش منين نقي التفاح غادي ان شاء الله نديرو التفاح باش ما يكحلش. وعندي جوج ديال الخمارات وواحد المعلقه دفاني او فاني ساشيه ديال الفاني. اول مرحله غندير غادي نقطع هاد التفاح، غادي نقيه مزيان. هاد ثلاثه التفاحات اللي درت غادي جوجات غادي نقطعهم شنانف، وحده غادي نقطعها مربعات، هاد الجوج غادي نزين بهم، وحده غادي نقطعها مربعات كما قلت باش غادي نديرها في العجين. انا ان شاء الله غادي نكمل هاد التنقيه والتقراد ديال التفاح ونرجع معكم. وهنا ملي قطعت هاد الحامض صافي انا غادي ندير له شويه ملي قطعت التفاح حيت قابط الحامض قلت الحامض ملي هكا صافي غير باش ما يكحلش هذا التفاح يبقى معنا مزيان. كذلك هذا اللي غنديرو في الخليط، انا غنغطي هذا ونخليه جانبا باش نزينو به، وهذا غنخليه باش نخدم به. هنا انا درت واحد القبيصه ديال الملح، غادي نفرغ البيض، وغادي نطرب مزيان. غادي نزيد هاد لوزاس ديال الحامض ونطرب، وغادي نضيف السنيده. صافي هنا انا غادي نبدا نزيد في الزيت غير بشويه بشويه، وانا كنطرب باش ما يتهرسش البيض. كذلك انا غادي نضيف هاد الفاني، اما معلقه ولا ساشيه ديال الفاني، وغادي نبدا نضيف الحليب حتى هو بشويه بشويه. هنا انا غادي نضيف هاد جوج معالق ديال الكونفيتير، كذلك غنضيف الزبيب، غادي نخلي واحد شويه تزين،
وغادي نضيف الكركاع، وغادي نخلي عاوتاني واحد الكميه مزيان. غنضيف التفاح، وغادي نبدا نضيف الدقيق. وهنا بالنسبه للدقيق انا عبرته، يعني اللي ما عندوش الميزان انا عبرته بالكاس ديال العنبه. هذا الكاس كيهز 5 ديال المعالق بومبي، بحال هذه المعلقه 5 ديال المعالق بومبي. ها هو جاني هذا 280، جاتني جوج كيسان تقريبا او 3 الا واحد الصبيع بحال لي 3 لارب. وهنا انا غادي نبدا نفرغ بالكاس بالكاس، وغادي نبدا نخلط هاد الدقيق بالسباتولا هكا، وغادي نضيف الكاس الثاني. انا غادي نغربل معاه هاد جوج خمارات نضيفهم، انا كنحرك غير بشويه بشويه باش ما نهبطش داك البيض اللي طلع. انا كنستمر حتى غندخل هاد الكيك كامل صافي، وغادي نضيف داك الكاس لاروب. صافي المهم حتى كنخلطوه كيدخل كلشي العناصر كتنسجم. صافي وغنديروها في واحد الطاوله. انا عندي طاوه فيها 24 سنتيمتر، الا لقيتو شي طاوله اللي تكون فيها غير 22 تكون احسن. وهنا كنزينو هاد الطرطه ديالنا داك الزبيب اللي تبقى، وكذلك بالكركاع اللي خلينا نزين، وغادي ان شاء الله ندردر عليها شويه ديال الكاسوناد او السكر البني. واللي ما توفرش على السكر البني ممكن يستعمل سكر سنيده عادي ابيض. صافي وغندخلها ان شاء الله طيب في الفران على درجه حراره 180. هنا هي الطرطه ديالنا ملي خرجتها من الفران، انا غادي نديمو ليها ان شاء الله ونقطع معكم واحد الطريف تشوفوه. هي كتجي على هذا الشكل. هي الكيكه ديالنا كتجي رائعه، كتجي طالعه كتجي غزاله. نقطع معكم ان شاء الله واحد الطريف باش تشوفوه كيفاش كتجي من الداخل. كيجيو ديك الطريفات ديال التفاح باينين هكذاك لداخل، وكذلك داك الزبيب والكركاع، وكتجي في نفس الوقت رطبه وهشيشه، وفي نفس الوقت كتجي كروكونت بهذاك الزبيب والكركاع. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وبالصحة والراحة إلى فيديو قادم إن شاء الله.